المصطفى، اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا، واجعل الحزن إذا شئت سهلا، اللهم لا علم ما علمتنا إياه سبحانك إنك أنت العليم الحكيم. سيبني في إيدك كده وكل الناس الصبر معك. المسرحية درس ما جاش في الدور الأول من 3 سنين. إذا هو درس في الدور الأول السنة دي، نعتقد ونأمل إن هو درس مهم في الامتحان. المسرحية فيها قسمين، قسم أدبي وده ما بنقلقش منه خالص، وقسم تاريخي. القسم التاريخي ده عبارة عن أسماء ومسرحيات. القسم التاريخي هو حفظ من أجل الحفظ، مفيش كلام فيه. يعني هيتشرح مهما تقولوا هو حفظ من أجل الحفظ. إنما القسم الأدبي هو القسم اللي بيعتمد على الفهم والتحصيل. سيب اللي كده خالص وهنبدأ نشوفه. أول حاجة المسرحية هي قصة تمثيلية تعرض موضوعاً ما. قصة تمثيلية، خد بالك من كلمة تمثيلية، تعرض موضوعاً ما عن طريق حوار بين الشخصيات، عن طريق حوار بين الشخصيات، ويصل إلى ما يسمى بالصراع، ثم يبدأ يخف تدريجياً حتى نصل إلى الحل أو بيسموه لحظة التنوير. شوف الكلام، هي قصة تمثيلية، قصة زي الرواية بالظبط، بس لازم تعتمد على التمثيل زي ما تعرف دلوقتي. المسرحية ما تتقليش كده، ما ينفعش اديك مسرحية اقول لك اقعد اقراها، لازم تتمثل. بيبقى في حوار بين الشخصيات، الحوار بين الشخصيات بيتوزع على ألسنة الشخصيات، بيقولوا على الحوار ده الجملة المسرحية. الجملة المسرحية هنشوفها دلوقتي. بعد كده بيبدأ يتطور ونصل إلى الصراع، الصراع اللي هي ذروة الأحداث. تبدأ الذروة تهدأ والأحداث تتكشف والعقدة تنكشف، ونصل إلى الحل في النهاية. الحل في النهاية ده اللي بيقولوا عليه لحظة الإيه؟ التنوير. ممكن أسأل أول سؤال وأقول علم، يطلق على النهاية في المسرحية لحظة التنوير، حيث يبدأ الصراع يخف تدريجيا. أسمع، حيث يبدأ الصراع وتبدأ العقدة تنكشف، وتبدأ العقدة تنكشف، ونصل إلى الحل، ونصل إلى الحل. لذلك يطلق عليه لحظة التنوير. أكمل هذه العبارة، يقترن الأدب المسرحي منذ القدم بنقط بالحركة والتمثيل. أكمل هذه العبارة، يرتبط الأدب المسرحي منذ القدم بنقط الحركة والتمثيل. لازم يكون في حركة وتمثيل. المسرحية أنا قلت لازم تتمثل، تمام. ركز معايا وشوف احنا بنقول ايه. عندنا حاجة اسمها الوحدة المسرحية. الوحدة المسرحية قديما وحديثا، اسمع، قديما ها قديما وحديثا. اهتمامات الكتاب المسرحيين زمان في الوحدة المسرحية غير دلوقتي خالص. الاول انا قلت جملة، ترتبط او يرتبط الادب المسرحي في المسرحية بما يسمى الحركة والدراما والتمثيل. المسرحية بيقسموها لفصول، والفصول بيقسموها لمشاهد. فبدي مثال في الكتاب، بيقول لك قد تقع المسرحية في فصل واحد. زي ايه؟ زي ملك القطن يوسف إدريس، مسرحية اسمها ملك القطن يوسف. وقد تقع المسرحية في 3 أو 5 فصول. اسمع، في 3 أو 5 فصول، مثل الصفقة لتوفيق الحكيم، مثل مسرحية الصفقة. مسرحية فصل واحد، اديني مثال ملك القطن يوسف إدريس، احفظ ملك القطن. مسرحية 5 فصول. الصفقة لتوفيق الحكيم، اسمع، الصفقة لتوفيق الحكيم، الصفقة لتوفيق الحكيم. اهم نقطة احنا جايينها في البداية، قارن بين الوحدة المسرحية قديما وحديثا. قديما كان الكاتب يهتم بوحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الحدث، وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الحدث، وحدة الزمان، وحدة المكان، وحدة الحدث. عارف يعني كلمة وحدة الزمان والمكان والحدث؟ وحدة الزمان. لا تستغرق المسرحية أكثر من 24 ساعة، لا تستغرق المسرحية أكثر من 24 ساعة، هذه وحدة الزمان. وحدة المكان، تدور المسرحية في مكان واحد، تدور المسرحية في مكان واحد. وحدة الحدث، تدور المسرحية في إطار حدث معلوم، في إطار حدث معلوم. ده كل ده اسمه الوحدة المسرحية إيه؟ قديمة. المسرحية ما تزيدش عن 24 ساعة، المسرحية ما تمثلش أكثر من مكان، المسرحية ما تناقش أكثر من حدث. ده اسمه الوحدة المسرحية قديما. حديثا ما عادش فيه الكلام ده.
الكاتب لا يهتم إلا بالدقة في توزيع الأجزاء والفصول والمشاهد، توزيع الأجزاء والفصول على الشخصيات، لأن هذا الذي يجعل المسرحية تخضع للجاذبية، هذا الذي يجعل المسرحية تخضع للجاذبية. الكتاب دلوقتي ما يهمهمش بقى ولا المسرحية تتمثل في 24 ساعة ولا تتمثل في مكان واحد ولا تدور في إطار حدث واحد، هم يهمهم حاجة واحدة، توزيع الفصول والأجزاء والمشاهد. أسمع، توزيع الفصول لأن توزيع الفصول والأجزاء والمشاهد بتدرج يجعل المسرحية تخضع للجاذبية، يجعل المسرحية تخضع للجاذبية. علامة صح أو خطأ، يهتم الكتاب المسرحية حديثا بوحدة الزمان والمكان والحدث؟ غلط. وقديما وحدة الزمان والمكان والحدث، قديما وحدة الزمان قديما وحدة الزمان إنما حديثا الدقة في توصيل أو توزيع الفصول والأجزاء والمشاهد. الفصول الفصول الفصول. طيب عندنا سؤال مهم جدا، هيكل المسرحية. اصبع معي، المسرحية بتتكون من ثلاث أجزاء، وعشان المسرحية بتتكون من ثلاث أجزاء بيقولوا عليها كالكائن الحي. انت الجزء الأولاني ده هو البداية، بعد كده الوسط، وبعد كده النهاية. عشان عندك بداية ووسط ونهاية فاحنا كائن حي بتتكون من ثلاث أجزاء، فعشان كده بيقولوا هيكل المسرحية كالكائن الحي. السؤال ده بيتسأل بطريقتين، الطريقة القديمة قوي مما يتكون هيكل المسرحية، والطريقة اللي بيجيبوها في الأسئلة علل المسرحية كالكائن الحي. ما هو ما يقول لك كالكائن الحي برضه هتتكلم على هيكل المسرحية. عرض، تعقيد، حل. اسمع ثلاث أجزاء، العرض والتعقيد والحل. الناس نايمة، العرض والتعقيد والحل. خلي بالك أنا هغش الثلاث تعريفات من التعريف الأولاني، العرض، ويأتي في الفصل الأول التعريف بالشخصيات، ويأتي في الفصل الأول التعريف بالشخصيات. هو أنت مش أول نص ساعة في المسرحية الممثلين يخشوا يحيوا الجمهور ويعرفوا إيه؟ نفسهم، ده اسمه العرض. التعقيد، تتابع الأحداث من البداية للوسط للنهاية. التعقيد، تتابع الأحداث التعقيد تتابع الأحداث من البداية للوسط. طب يلا الحل، يبدأ الصراع يخف تدريجي وتبدأ العضة تنكش ونصل إلى الحل اللي بتلقوا عليه لحظة هيكل مسرحية تكون من ثلاثة أجزاء. هيكل مسرحية تكون من ثلاثة هيكل مسرحية تكون من ثلاثة هيكل مسرحية تكون من ثلاثة. لذلك يقال عنها أنها مثل الكائن مثل الكائن مثل الكائن العرض والتعقيد والحل. العرض والتعقيد والحل. دخلنا في السؤال الأخير في الأدب في المسرحية، الأسس البنائية المسرحية. أسس البنائية المسرحية كلها بتتكون من إيه؟ بتتكون من خمس حاجات، نشوفهم مع بعض. أول حاجة الفكرة، أسمع، أول حاجة الفكرة، الموضوع الذي تدور حوله المسرحية، الموضوع الذي تدور حوله المسرحية. ربما أن تكون المسرحية فكرة اجتماعية، فكرة اجتماعية مثل الست هدى لأحمد شوقي. الست هدى أحمد شوقي المسرحية الاجتماعية الوحيدة اللي عملها شوقي الاجتماعية، شوقي كل مسرحاته تاريخية، الوحيدة اللي عملها اجتماعية هي الست هدى. وربما أن تكون الفكرة سياسية، وربما أن تكون الفكرة سياسية زي مسرحية وطني عكا لعبد الرحمن الشرقاوي. وطني عكا لعبد الرحمن كانت مكتوبة بعض كتب محمود تيمور، هي لعبد الرحمن الشرقاوي، مسرحية سياسية، وطني عكا لعبد الرحمن. إذا الفكرة قد تكون اجتماعية وممكن تكون إيه؟ ممكن تكون فكرة عاطفية زي مجنون ليلى لأحمد شوقي، حسب الفكرة اللي هو بيتكلم عنها. إذا الفكرة، الموضوع اللي بتدور حوله المسرحية، الموضوع اللي بتدور حوله المسرحية، قد تكون اجتماعية مثل الست هدى لأحمد شوقي، قد تكون اجتماعية مثل الست هدى لأحمد شوقي، قد تكون اجتماعية مثل الست هدى لأحمد شوقي، وقد تكون سياسية زي وطن عكا عبد الرحمن شوقي. عبد الرحمن شوقي. تاني حاجة الحكاية، وهي الدقة في توزيع الأحداث والأجزاء والمشاهد على الشخصيات بتدرج من البداية للنهاية. إنك تبدأ توزع الأحداث وتوزع الكلام للشخصيات ده بيسموه الحكاية. كل مسرحية لابد أن يكون لها حكاية ولها موضوع، وهذه الحكاية تقال عن طريق توزيع الأجزاء على الشخصيات من البداية للنهاية. كل شخصية عارفة حكايتها إيه، وعارفة هتقول إيه، وعارفة كلامها إيه، والدور اللي هي بتلعبه إيه. يعني أنت عندك مثلا توفيق الحكيم عامل ميلاد بطل، ميلاد بطل مسرحية فصل واحد بس فيها تدرج في توزيع الحكاية. إذا الحكاية
لازم يكون فيها تدرج وتوزيع اجزاء ومشاهد وفصول من البدايه للوسط اللي هي حبيبي النهايه. ادي الحكايه. الشخصيات من اهم عناصر الروايه واسس الروايه الشخصيات. الشخصيات هي النماذج البشريه التي تقوم بالاحداث، النماذج البشريه التي تقوم بالاحداث، النماذج البشريه اللي هتقوم بالاحداث. الشخصيات نوعين، الشخصيات نوعين، محوريه وثانويه. محوريه وثانويه، انا مش هقولهم تاني، هي مره واحده، محوريه وثانويه. محوريه وثانويه. بص يا ابني، انتوا باللغه بتاعتكم كده في البطل وفي السنيده. البطل باللغه الادبيه بتاعتنا بيكون شخصيه محوريه، ده اللي انت بتروح تخش له المسرحيه اصلا. انت بتخش المسرح عشان البطل ده، هو البطل. البطل ده اسمه شخصيه محوريه بحجم الدور الذي يلعبه. اسمع تعريفه، بحجم الدور الذي يلعبه. لا شك ان الشخصيه المحوريه هي اكبر دور في الايه؟ في المسرحيه. الشخصيه المحوريه اكبر دور في المسرحيه. مثل شخصيه مبروكه في مسرحيه الصفقه لتوفيق الحكيم، مبروكه دي كانت البطله. فعشان هي شخصيه محوريه هي بحجم الدور اللي بتلعبه شخصية مبروكة في مسرحية الصفقة لتوفيق الحكيم، مبروكة في مسرحية الصفقة لتوفيق الحكيم. دي شخصية محورية. خش على الشخصية الثانوية، لا تتعدى دورها إلا المشاركة، ما بتعديش دورها المشاركة بس، بتشارك الشخصية المحورية. ده أنت بتقوله على الثانوية تقولي ده سنيدة، الكومبارس، أنت بتقوله عليهم كده. إنما باللغة المسرحية اسمها شخصية ثانوية، لا تتعدى المشاركة، بس لازم تعرفوا إن الثانوية نوعين. شخصية ثانوية ثابتة وشخصية ثانوية نامية متطورة. اسمع، شخصية ثانوية ايه؟ وشخصية ثانوية نامية متطورة. ثابتة دورها ما بيتغيرش، نامية متطورة دورها بيتغير. خلي بالك معاك، انتوا ساعات تلاقي شخصية مش أساسية في المسرحية، أنا مش هقولها أهو، هقولها مرة أهو. الشخصية اللي مش أساسية دي اسمها شخصية ايه؟ ثانوية. لو دور ثابت من اول مسرحيه لاخرها اسمها ثانويه ثابته، اسمها ثانويه ثابته. زي دور الصراف بتاع القريه وحلاق القريه في مسرحيه برضه الصفقه لتوفيق الحكيم، نفس المسرحيه. الحلاق والصراف دي ثانويه ثابته، ثانويه ايه؟ ها؟ ثانويه ايه؟ ثابته. في بقى ثانويه ناميه متطوره، زي شخصيه سعد في اللحظه الحرجه ليوسف ادريس. يوسف ادريس عامل مسرحيه اسمها اللحظه الحرجه، بتتكلم عن عدوان الثلاثي. سعد ده اتحول بقدرة قادر من شخصية عادية لبطل، ونزل ميدان البطولة، والناس بدأت تهتف باسمه. طب لما يتحول لبطل فجأة كده، يبقى شخصية ثانوية ثابتة ولا ثانوية نامية متطورة؟ ثانوية نامية متطورة. مش انتوا ساعات تلاقي واحد في الفيلم كده ملوش لازمة، وفجأة تبص تلاقيه بقى كان الظابط وكان بيراقب العصابة، وتبص تلاقي دور تحول 300 ايه؟ و60 درجة على ده بيطلق عليه، بيطلقوا عليه ثانوية نامية متطورة. اسمع، ثانوية نامية متطورة. حد يقول لي الشخصية الثانوية كم نوع؟ ها؟ نوعين. اسمع، شخصية ثانوية كم نوع؟ نوعين. ثانوية ثابتة ونامية متطورة. شخصية ثانوية ثابتة نامية متطورة. حلاق القرية وصراف القرية والكلام ده ثانوية ايه؟ ثابتة. ثانوية ايه؟ ثابتة. طب شخصية سعد في مزرعية اللحظة الحرجة يوسف إدريس دي إيه؟ ثانوية نامية متطورة، ثانوية نامية متطورة. الصراع هو القوام المعنوي للمسرحية، الصراع الصراع هو الاحتكاك الناتج بين الشخصيات، الاحتكاك الناتج بين الشخصيات، الصراع هو الاحتكاك الناتج. وقد يكون صراع اجتماعيا وقد يكون سياسيا، افهم انت بقى، قد يكون صراع اجتماعيا وقد يكون صراع سياسي. مش عايز غباء، حسب الفكره. لو المسرحيه اجتماعيه يبقى الصراع ايه؟ ها؟ حتى بالصدفه هو شغل الفكره قبل الصراع، بالصدفه. طب لو المسرحيه سياسيه يبقى الصراع ايه؟ ها؟ طب مسرحيه اخلاقيه يبقى صراع؟ طب مسرحيه عاطفيه؟ عاطفي. الصراع هو الاحتكاك بين الشخصيات، الصراع هو الاحتكاك بين الشخصيات، الصراع هو الاحتكاك الصراحة والاحتجاج للشخصيات، الصراحة والاحتجاج للشخصيات. ويكون دائما هو القوام المعنوي، ويكون دائما هو القوام المعنوي. قد يكون صراعا سياسيا وقد يكون صراعا اجتماعيا. في مسرحية لتوفيق الحكيم من أجمل المسرحيات اللي قالها توفيق الحكيم، مسرحية أهل الكهف، ودي سورة عندنا في القرآن. الناس اللي دخلوا ناموا عدى 3 قرون وشوية، ده عدى قرون وسنين وهم نايمين وغافلين. حتى لما مثلوهم الكلب بتاعهم طلع الكلاب قعدت تنبح عليه، وكان يعني خلاص هم الزمن فاتهم، وبالفعل فضلوا ان هم يرجعوا تاني ويعيشوا في الكهف سنين.
أيوة. مسرحية أهل الكهف الصراع اللي فيها صراع بين الإنسان والزمان. أسمع بينها. الإنسان والزمان. نوع المسرحية بتاعت أهل الكهف التوفيق الحكيم مسرحية ذهنية. أسمع مسرحية. ذهنية. أسمع مسرحية. ذهنية. لو جبت لك أكمل الصراع في مسرحية أهل الكهف كان بين نقط ونار الإنسان والزمان. أسمع الصراع بين نقط ونار. الإنسان والزمان. قولوا بقى الصراع بين نقط ونار الإنسان والزمان. طيب. النقاد بيقولوا لا مسرح بلا صراع ولا حوار. لا مسرح بلا صراع ولا حوار. طب انت عرفت بلا صراع ليه؟ عشان تشرح الصراع. طب بلا حوار، ودي اخر حاجه، الحوار هي الجمله المسرحيه، هي الجمله المسرحيه، اللغه التي تتوزع على السنه الشخصيات، اللغه التي تتوزع على السنه الشخصيات، اللغه التي تتوزع لازم يكون فيها دقه ولازم يكون فيها تدرج. وكاتب في الكتاب حاجه مهمه جدا، لازم اللغة تكون نابعة من الشخصية. أسمع، نابغة من الشخصية. لازم تكون نابعة من الشخصية وتعبر عن الأفراد، وتعبر عن الأفراد، ويكون فيها تدفق وتعبير ولا تعتمد على الفصاحة اللغوية بمفردها. لازم الجملة الحوارية ما تعتمدش على الفصاحة بس، لازم تعتمد على الشخصية وعلى الصراع اللي الشخصية بتلعبه وعلى الدور والحدث اللي الشخصية بتقوله. يعني في كتاب ياما جدا بيفشلوا في نقطه اسمها نقطه دي يا جماعه، الحوار. القصه في الحوار، التدفق والفصاحه المطلوبه ده والاكثر تلقائيه وحراره ده ما بيرجعش من فصاحه اللغه بس، لا، ده بيرجع من طبيعه الشخصيه اللي بتقول الحوار. هديكم مثال بسيط جدا، واحد دايما كان بيفشل في الحوار، احمد شوقي. احمد شوقي كان عنده مشكله في المسرحيه وعنده مشكلتين في المسرحيات بتاعته. اول مشكله منهم كانت مشكله الحوار، إن الحوار لا يتناسب مع الشخصية اللي بتلعب الدور. يعني مثلا عامل خادمة في مسرح كيلوباترا، خادمة اسمها شرميون. دي خادمة، هي خادمة الملكة. يخلي الخادمة تتكلم حوار وجمل حوارية وكأنها معاها ثلاثة دكتوراه في اللغة العربية. فالخادمة تقول: الجماهير يا ملكة بالشط يموجون في حبور وبشر. خلي بالك معايا، شوف انت قاعد فتحت بقك ازاي. خلي بالك، الجماهير يا ملكة عاملة تصدير لكلمة ملكة، ويموجون يتمايلون ويترقصون، وفي حبور وبشر في سعادة وفي سرور بطب الترادف. ده لو معاها دكتوراه في اللغة العربية مش هتقول جملة زي دي. فاللي قاعد ما يقتنعش ازاي واحدة خادمة، احنا مش معترضين على المهنة، ولكن انا معترض على اللغة اللي هي بتقولها. ما انا لازم افهم اللي انت بتقوله. انت ازاي تخلي واحده خادمه مهما كان مستواها تتكلم بالحوار ده؟ الحوار لا يتناسب مع الشخصيه، اذا الحوار لا يرتبط بالفصاحه فقط. الموضوع مش اللغه فصحى او ان هو تكون لغه معبره، لابد ان يكون نابعا من توزيع الاحداث على الافراد، ويكون نابعا من الشخصيات ومن الاحداث اللي بتلعبها الشخصيات. ده حقيقه. انما الحوار ما بيعتمدش على الصحه اللغويه بس وعلى الفصاحه بس. لازم الحوار يكون مناسب لكل شخصية. الحوار لازم يكون مناسبا. يقال على الحوار مظهر حسي. الحوار هو المظهر في المسرحية. بصوا بقى، ممكن يقول لك الصراع هو القوام المعنوي. اسمع، الصراع هو القوام المعنوي. بينما الحوار هو المظهر الحسي. بينما الحوار هو المظهر الحسي. اشرح، اوضح، هتشرح لي الاثنين. طب لا مسرح بلا صراع ولا حوار. لا مسرح بلا صراع. هتشرح لي الاثنين. انتم ملاحظين حاجة؟ ان دايما سؤال الصراع بيجي مع الايه؟ ها؟ مع الحوار. الصراع بيجي مع الايه؟ الناس نايمة. دايما سؤال الصراع بيجي مع الايه؟ ان مش كل واحد بيجي لوحده. طيب، ركز بقى معايا وخلي بالك في النقطة اللي جاية. من ثورة 1919 هنبدأ في الجزء التاريخي. عايز الحتة دي تتصمم. ثورة 19 اهتموا بحاجة اسمها ترسيخ المسرحية الاجتماعية. اسمع، ترسيخ المسرحية الاجتماعية. ترسيخ المسرحية الاجتماعية. المشاكل والمشكلات اللي ظهرت بعد الثورة، ظهر واحد اسمه محمد تيمور. واحد اسمه محمد تيمور. انا هقول اربع اسامي جايين يتحفروا 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 في دماغك. محمد تيمور. محمد تيمور اهتم بترسيخ المسرحيات الاجتماعية. انا بجاوب السؤال، اهتم بترسيخ المسرحيات الاجتماعية. انا بجاوب السؤال، اهتم بترسيخ المسرحيات الاجتماعية. مثل مسرحية العصفور في القفص. العصفور التي تناقش التربية القاسية للأبناء، التربية القاسية، ومسرحية الهاوية، ومسرحية الهاوية.
التي تناقش قضية الإدمان، تناقش قضية الإدمان. مشكلات اجتماعية، العصفور في القفص، الناس اللي بتقعد رابطة على عيالها وقافلة على عيالها طول عمرهم وخايفين على عيالهم، وأول ما يموتوا عيالهم بينطلقوا وكأنهم فعلا كان عصفور في الإيه؟ في القفص. إذا دي بتناقش تربية الأبناء تربية قاسية. طب حدة الهوية دي تناقش الإدمان. حدة الهوية تناقش الإدمان. وعمل عبد الستار أفندي دي كمان مسرحية كانت بتناقش زواج البنات. المهم أنت حفظت المثالين بتوع ترسيخ المسرحية الاجتماعية. اسمع بقى. وكان أخي وكان أخوي محمود بيهتم بالجانب الاجتماعي وبجانبه الجانب الإيه؟ التاريخ. وبجانبه الجانب الإيه؟ فصار من محمود تيمور اهتمام اجتماعي إلى الجانب التاريخي، اهتمام اجتماعي إلى الجانب التاريخي. محمود تيمور أخوه عمل إيه؟ مسرحية اليوم خمرا، مسرحية التي تتحدث عن الشاعر الجاهلي أمرو القيس، تتحدث عن الشاعر الجاهلي التي تتحدث عن الشاعر الجاهلي. يبقى محمود تيمور اهتم بالجانب التاريخي، اهتم بالجانب التاريخي. محمود تيمور اهتم بالجانب التاريخي. محمود تيمور اهتم بالجانب التاريخي. مثل مسرحية اليوم خمرا التي تتحدث عن حياة الشاعر الجاهلي أمرو القيس. جو مرة في الامتحان انسب الأعمال لأصحابها ولفنونها، اليوم خمرا مسرحية تاريخية لمحمود تيمور. اسمع تاني. مسرحية تاريخية لمحمود تيمور. اسمع تاني. مسرحية دور محمد تيمور في ترسيخ المسرحية الايه؟ الاجتماعية. واخوه محمود تيمور مهم جدا 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 جدا. ثم يأتي الربع الثاني من القرن العشرين. اسمع، ربع الثاني ويدخل الادب المسرحي مرحلة ازدهار حقيقية. ويدخل الادب المسرحي مرحلة الربع الثاني من القرن العشرين. يدخل الادب المسرحي مرحلة ازدهار حقيقية. احفظ بقى، على يد احمد شوقي وتوفيق الحكيم. على يد احمد شوقي وتوفيق الحكيم. احمد شوقي يهتم بالمسرحيات الشعريه. احمد شوقي يهتم بالمسرحيات الشعريه. مستعلي بيك الكبير ومسرح كليوباترا وقمبيز وعنتره. علي بيك الكبير ومسرح كليوباترا وقمبيز وعنتره. وكلها مسرحيات تاريخيه. وكلها مسرحيات تاريخيه. شوقي يهتم بالمسرحيات ما عدا ملهاته الوحيدة الست هدى. ما عدا ملهاته الوحيدة الست هدى. حد يقول لي الست هدى دي كانت مسرحية ايه؟ اجتماعية. ملهاته الوحيدة الست ايه؟ هدى. المسرحية الوحيدة اللي عملها فيها شيء بالكوميديا يعني، والمسرحية الوحيدة اللي كانت مش تاريخية الست هدى، ولكنه تخصص في المسرحيات الشعرية التاريخية. الشعرية هناك مسرحية نسرية وحيدة لشوقي تسمى أميرة الأندلس. تسمى أجمل هذه العبارة، لم يوجد أو لم يوجد لشوقي أي مسرحيات نسرية سوى نوت أميرة الأندلس. سوى نوت سوى نوت. طب ايه المسرحية الملهى الوحيدة اللي عملها الست هدى؟ دي كانت مسرحية ايه؟ اجتماعية. ولكن شوقي يهتم بالجانب التاريخي، يهتم بالجانب ظهر له اتنين، واحد اسمه عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور. اسمع، عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور هقول اسمهم حالا، اهتموا بالجانب التاريخي اللي تأثرهم بمين يا ابني؟ بأحمد شوقي. خش على النجم الكبير بتاعنا بقى، توفيق الحكيم اهتم بالمسرحيات النسرية. اهتم بالمسرحيات النسرية. اهتم بالمسرحيات النسرية. بس لازم تقسمها، الصفقة والأيدي الناعمة. الصفقة والأيدي الناعمة وهي مسرحيات اجتماعية، وهي مسرحيات اجتماعية. أهل الكهف وهي مسرحية ذهنية. أهل الكهف وهي مسرحية ذهنية. أهل الكهف وهي مسرحية ذهنية. حد فاكر الصراع في أهل الكهف كان بين مين؟ الإنسان والزمان. ميلاد بطل وهي مسرحية وطنية. ميلاد بطل وهي مسرحية وطنية. ميلاد بطل وهي مسرحية وطنية. أريد أن أقتل أريد أن أقتل ونهر الجنون وهي مسرحيات نفسية. وهي مسرحيات نفسية. أريد أن أقتل ونهر الجنون وهي مسرحيات نفسية. الأربع أنواع دول مسرحيات كلهم نسرية. لمين يا حبيبي؟ توفيق الحكيم. لمين يا حبيبي؟ توفيق الحكيم. تم توفيق الحكيم بالمسرحيات النسرية. تم توفيق الحكيم بالمسرحيات النسرية. أهم اتنين في الدرس أحمد شوقي وتوفيق الحكيم. أقسم لكم بقى بتوع توفيق الحكيم. النسرية اجتماعية زي الصفقة والأيدي الناعمة. الصفقة والأيدي الناعمة. طب أنا أقول المسرحية هسهلها لك وأنت تقول النوع. ماشي. طب الأهلي كهف. طب نهر الجنون. نسرية.
نفسية. طب أريد أن أقتل نفسية. أريد أن أقتل نفسية. طب ميلاد بطل وطني. ميلاد بطل وطني. عبارة عن فصل واحد. ميلاد بطل مسرحية. ما المسرحية النثرية الوحيدة لأحمد شوقي؟ أميرة الأنباء. وما الملهى الوحيدة التي كتبها؟ الست هدى. وهي مسرحية اجتماعية. وهي مسرحية اجتماعية. وهي مسرحية اجتماعية. طيب كاتب في كتاب المدرسة، ركز معايا لو سمحت، بعد ثورة 52 كاتب ثلاث جمل كده لازم تاخد بالك منها. ثورة 52 ومرحلة الخمسينيات وبعد كده الستينيات والسبعينيات. تعال نشوف الأول 52. بدأت المسرحيات بعد ثورة 52 تنقد سلبيات المجتمع ككل. أسمع، تنقد سلبيات المجتمع ككل. الناس نايمة. بعد ثورة 52 بدأت المسرحيات تنقد سلبيات المجتمع ككل. الناس نايمة. سلبيات المجتمع ككل. مثل المزيفون لمحمود تيمور، مثل مسرحية المزيفون محمود تيمور، والأيدي الناعمة لتوفيق الحكيم. والأيدي الناعمة طب مسرحية ايه؟ ها؟ اجتماعية. طب صفقة؟ اجتماعية. طب نهر الجنون؟ سلسلية. طب أهل الكهف؟ سلسلية. طب ميلاد بطل؟ سلسلية. اللهم صل على النبي. المزيفون محمود تيمور. المزيفون محمود تيمور. اسمع، مسرحيات تنقد المجتمع ككل مثل المزيفون محمود تيمور، والأيدي الناعمة لتوفيق الحكيم. والناس اللي تحت والناس اللي فوق لنعمان عاشور. الناس اللي تحت والناس اللي فوق. كم مسرحية؟ ثلاثة. كم مسرحية؟ ثلاثة. تنقد سلبيات المجتمع ككل. تنقد سلبيات المجتمع ككل. ثم في فترة الخمسينيات. ثم في فترة الخمسينيات صارت المسرحيات تتحدث عن القرية. تتحدث عن القرية. مثل مسرحية ملك القطن ليوسف إدريس. ملك القطن يوسف إدريس. والصفقة لتوفيق الحكيم. والصفقة لتوفيق الحكيم. أنا في مرحلة الخمسينيات. وظهر اتجاه ثالث. وظهر مثل مسرحية اللحظة الحرجة ليوسف إدريس. لسه كاتبها هناك. اللحظة الحرجة يوسف إدريس، اللي هي كانت بتتكلم عن عنوان الايه؟ الثلاثي. شخصية سعد اللي اتحول لبطل. طب حد يقول لي ده علامة صحة أو خطأ؟ شخصية سعد شخصية في اللحظة الحرجة ثانوية ثابتة. هي ثانوية نامية متطورة. أسمع تاني، ثانوية يتكلم عن الخمسينيات. ظهرت مسرحيات تصف القرية مثل ملك القطن يوسف. والصفقة لتوفيق الحكيم. والصفقة وظهر اتجاه ثالث في الخمسينيات. مسرحية اللحظة الحرجة ليوسف إدريس. اللحظة الحرجة ليوسف كان بيتكلم عن عنوان الايه؟ الثلاثي. آخر مرحلة الستينيات والسبعينيات. تحدثوا عن التاريخ المملوكي. اسمع، التاريخ المملوكي. الشرقاوي وصلاح عبد الصبور الاثنين اللي اهتموا بالمسرحيات التاريخيه عشان متاثرين بمين؟ باحمد شوقي. عبد الرحمن الشرقاوي عمل مسرحيتين، ماساه جميله والفتى مهران. اسمع، ماساه جميله والفتى مهران. اسمع، عبد الرحمن الشرقاوي عمل ايه بالتاريخ المملوكي؟ ها، ماساه جميله وصار على نهج صلاح عبد الصبور في مسرحيه الحلاج. والحلاج ده كان متصوف. ده رمز للصوفيه. الراجل ده عرف اللي هو كان من اروع ما جاء في الصوفيه. اتكلم عن حلاق وكان ليه افكار، وبعض الناس اتهمته بالفساد، وبعض الناس اتهمته بالفسوق، وبعض الناس قالت ان هو كفر الى اخره. صلاح عبد الصبور ومسرحيه ليلى والمجنون. شو صلاح عبد الصبور عمل ايه؟ وهي رؤيه عصريه لمسرحيه مجنون ليلى بتاعت احمد شوقي. مش شوقي عامل مجنون ليلى؟ صلاح عبد الصبور بقى عاملها ليلى والمجنون. هي المسرحية بس بصورة حديثة أو بصورة عصرية. بصورة حديثة أو بصورة عصرية. بصورة حديثة أو بصورة عصرية. وقد اهتم الشرقاوي بمسرحيات بني أمية عصر الأموي مثل الحسين سائلا والحسين شهيدا. سيدنا الحسين سائلا وسيدنا الحسين ايه؟ يعني صلاح عبد الرحمن الشرقاوي اهتم بالتاريخ المملوكي والتاريخ الأموي. أسمع، التاريخ المملوكي والتاريخ. أسمع، التاريخ المملوكي والتاريخ الأموي. شوف الكلام؟ طب فترة الستينيات والسبعينيات ما زال المسرح ينافس حتى الآن. فاروق جويتا عامل الوزير العاشي ودماء على أسطار الإيه؟ الكعبة. وعندك الصياد لأنس داوود. ما زال المسرح إلى الآن ينافس حتى الآن وحتى هذه اللحظة. بص بقى، فترة الخمسينيات اللي عندك تعرف تقولها الكلية بتاعت القرية. ساعات بيمثال سؤال صعب،
ظهر اتجاه ثالث في فترة الخمسينيات تقولي مثل مسرحية اللحظة الحرجة يوسف إدريس سنة كم يا ابني؟ 1956. طب 52 الثورة مسرحيات تنقد سلبيات المجتمع ككل، مسرحيات تنقد سلبيات المجتمع ككل. طب الستينيات والسبعينيات هتتكلم على التاريخ الايه؟ المملوكي. تاريخ ايه؟ هقوله كمان مرة، عبد الرحمن الشرقاوي عامل مأساة جميلة، مأساة جميلة والفتى مهراء، والفتى مهراء، مأساة جميلة والفتى مهراء، مأساة جميلة والفتى مهراء. صلاح عبد الصبور مشى بنفس النهج والطريق، عامل الحلاق وليلى والمجنون، ليلى والمجنون. حد يعرف يعلق لي على ليلى والمجنون؟ هي رؤية عصرية لمسرحية مجنون ليلى أحمد شوقي، هي رؤية عصرية لمسرحية مجنون ليلى. هي رؤية عصرية لمسرحية مجنون ليلى لأحمد شوقي. خلي بالك كده معايا. طيب برضه عبد الرحمن الشرقاوي عمل مسرحيات تستمد من التاريخ الأموي أو بيسموه بني أمية، زي الحسين سائرا والحسين شهيدا. الحسين سائرا ما زالت المسرحيات في العصر الحديث، فيكتب فاروق جويدة الوزير العاشي ودماء على أسطار الكعبة، ودماء ودماء على أسطار الكعب، وهناك مسرحية الصياد ومسرحية الشاعر لأنس داوود. الصياد والشاعر لأنس داوود، دول مسرحيتين مش واحدة، الشاعر والصياد لأنس داوود، ودي مسرحيات في العصر الإيه؟ الحديث. في صعوبة في الكلام؟ طيب أكمل هذه العبارة. المسرحية النثرية الوحيدة لشوقي هي؟ المسرحية النثرية الوحيدة لشوقي، المسرحية النثرية الوحيدة لشوقي، الملهى الوحيدة التي كتبها شرف الست هدى. حد المسرحية لتوفيق الحكيم وانتوا تقولوا نوحة، ماشي؟ نهر الجنون، أهل الكهف، الصفقة، الأيدي الناعمة، ميلاد بطل. في صعوبة؟ الجزء التاريخي هو حفظ من أجل الحفظ. أي سؤال؟ طب نطلع.